ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اجتاحت عواصف رملية قوية جهتي العيون السقية الحمراء وقلميم واد نون اليوم السبت بسبب التقلبات الجوية مما حجب الرؤية تماما. وفي هذا الصدد أطلقت مديرية الأرصاد الجوية تحذيرات من صعوبة التنقل بين مدن العيون بوجدور السمارة طرفايا طنطان سيدي إفني وقلميم عبر الطريق الوطني الرابطة بينهما. وأكدت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة جوية خاصة أصدرتها أمس الجمعة أن رياحا محليا قوية ستجتاح المدن السالفة الذكر يومي السبت والأحد بسرعة تتراوح ما بين 75 و90 كيلومترا في الساعة على المستوى البرتقالي للغلاف الجوي. كما أشارت إلى أن احتمالا تكون الرياح مصحوبة بزوابع رملية كثيفة تمر عبر المناطق والأقاليم المحصورة بين قلميم شمالا وبجدور أقصى الجنوب. ويذكر أن الرياح المحلية المصحوبة بالزوابع الرملية قد شلت حركة المواصلات بمدينة العيون بسبب حجب الرؤية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.